مرحبا ترحب تنبه للمواجب الأصيلة عندما على حد فروق وعد ما حنحن رعدها هلا يلي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه نورها كالشمس لا شتب كبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة أم حاتم يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم حاتم يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم حاتم الزيون صافها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما بلقى مثيله الشيخ عز وشيخ الطالة والمواقف هو أسدها من زحون الماخذين المجد وسيوفه وخيله لا بتنتظر بالأفعال الجزال وتعتمدها افخر يا أم حاتم فيه وانت له سليلة ذاكرة للمراجل هو سندها يا عسى الجنة مقره والنبي فيها خليلة وجعل قبره روضة بكل أوقات يردها وانتي اختي لهم في الناس مقدار وفضيلة القروم اللي لكل الناس ما تقصر مددها لك عيال هم ضحاطح وهم رؤوس القبيلة العري من الجدود ومن ساكن من نشدها الله يبارك لحاتم ليلة من ألف ليلة ليلة فيها السعادة ويفرح الكل بسعدها وانت رمز الجود يا حاتم ولو صف النبيلة يا وريث ابوك بفعاله واسمك ما فقدها وانت رمز الجود يا حاتم ولو صف النبيلة يا وريث ابوك بفعاله واسمك ما فقدها ربك اللي يكسب الطيب أثني الترحيب باللي قبل فاشر وشيلة مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها للطلب أو الاستفسار يرجى التواصل على جوال 05 02